الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة الحد الأخير في شهر بابا، الحد الرابع من شهر بابا، والكنيسة بتقرأ لنا النهاردة المعجزة بتاعت إقامة ابن أرملة نايين. الست دي كان جوزها ميت، من اسمها يعني أرملة، كان جوزها ميت وده كان ابنها الوحيد، وابنها الوحيد مات. وده بالنسبة للظروف اللي كان السيد المسيح عايش فيها ساعتها، أو الظروف اللي كانت موجودة ساعتها، ده كان وضع صعب جدا لأن ما فيش مصدر دخل للبيت. يعني هي جوزها مش موجود وابنها كمان مش موجود أو ميتين يعني. فكامرأة مش هتعرف تصرف على نفسها، بيتها ممكن يتاخد منها، ممكن تبات في الشارع، ممكن تشحد. فكان وضع صعب جدا. ماشي ورا النعش بتاع ابنها وبتبكي والناس حواليها، وبعدين السيد المسيح شافها فتحنن عليها وتقدم لمس النعش ونادى على الولد قال له: أيها الشاب لك أقول قم. فقام الميت، فقام الميت وجلس وتكلم، فدفعوا إلى أمه. من الحاجات المعزية جدا إن لما تبقى الدنيا ضلمة خالص نلاقي ربنا موجود بوضوح. لما يبقى ظلام حالك أما ربنا يشتغل تشوف إيد ربنا. والمعجزة دي أوضح مثل. في ناس كتيرة جدا ماتوا أيام السيد المسيح، هو ما كانش مطالب يقوم الناس دي كلها، لأن دي مش ده مش هدفه. هو ما جاش علشان كده، هو ما جاش عشان يقوم الناس والناس تموت تاني، لا، هو جاي عشان يدينا حياة أبدية، يدي خلاص للروح، يدي خلاص للروح. لكن هو عمل ثلاث معجزات إقامة موت، دي واحدة منهم. التانية كان إقامة ابنة يايروس، دي كانت لسه في البيت، ماتت وبعتوله، فهو رحلها وهي لسه في البيت وقوه من الموت. وبعدين الحالة التانية اللي هي ديت اللي هو ابن الأرملة بنيين، ده كان مات خلاص وحطينه في النعش ورحين يدفنوه. لعازر كان اندفن بقى وعد عليه 4 أيام. وفي حكمة من وراء الثلاث أمثلة دول، لأن السيد المسيح يقدر يقومنا من أي خطية بغض النظر إحنا وصلنا لأنهي مرحلة في الخطية، سواء كان لسه في البيت أو خلاص رحين يدفنوا أو أوريدي اندفن. سواء لسه في البيت، لو الإنسان لسه جات له الفكرة بتاعت الخطية ولسه ملحقش، يعني اشتهاها في قلبه بس ما وصلش لمرحلة الفعل، يقدر المسيح يخلصنا من دي. الخطوة التانية أو المرحلة التانية أن حتى لو الفكرة جت وعششت وابتدينا نغلط، يقدر برضو يخش وينظف. المرحلة الأخيرة الصعبة جدا أن لما نبقى خلاص الخطية هي كل حياتنا، موت يعني موت كامل زي ما حصل مع العازر، يقدر يخش ويعطي حياة للروح. ربنا ما جاش عشان يشيل عندنا موت الجسد ولا المرض ولا المرض، ربنا جاي عشان يخلص النفس اللي هتقعد. فإن كانت الكنيسة برضو بتركز على قيامة الروح، فالكنيسة لا تغفل إقامة الجسد، لأن في ناس يقولوا لا الروح أهم حاجة والجسد ده ملوش أي قيمة. بس دي كانت هرتقة وقعوا فيها ناس زمان والكنيسة حرمتهم لأنهم ما سمعوش. الكنيسة زي ما بتركز على خلاص الروح بتركز برضو على خلاص الجسد، لأن احنا في القيامة هنقوم بأجساد ممجدة، مش الأجساد بتاعتنا الضعيفة دي، لكن أجساد ممجدة. لأن الله ما خلقش حاجة شر، ربنا ما خلقش حاجة شر، فما فيش حاجة شر في ذاتها. بس عايز أرجع للنقطة بتاعت المعجزة ديت أو الحكاية العجيبة ديت. الموكب ماشي رايحين يدفنوا الولد، والسيد المسيح شاف الموكب وتحرك من جواه وراح لمس النعش وقوم الولد. طب يا رب انت حد طلب منك تقوم الولد؟
هل حد راح له قال له يا معلم تحنن عليها، او يا معلم ملهاش غير العائل الوحيد بتاعها ومات، يا معلم اي محدش طلب منه حاجة، محدش طلب منه حاجة. لكن كان في صوت اقوى من اي طلب، كان في صوت اقوى من اي طلب. عارفين كان صوت ايه؟ Thank you. صوت دموع امه. فعلا صوت دموع ام الولد ده كانت اقوى من اي صوت واقوى من اي طلب. لما السيد المسيح رآها تحنن عليه. طيب يا رب انت قومت الولد ليه؟ محدش طلب منك وامت قومته. طب قومته ليه؟ قومته عشان تبين قوتك يعني، او تستعرض قوتك قدام الناس؟ قومته عشان تعمل معجزة فالناس تنتبه ليك فيبتدوا يسمعوا كلامك، يبقى كلام معدد بالمعجزات؟ ولا قومته بس عشان انت عايز؟ عارفين لما يقول لك ما تسأل حد يقول له why did you do this، يقول لك just because I can، لان انا اقدر. لا، ما عملش المعجزة دي بدافع الاستعراض، ما عملهاش بدافع ان هو يخوف اللي ماشيين وراه او يخوف الناس اللي مش بتسمع. هو عملها بدافع المحبة. ودي نقطة ياما تغيب عننا في حياتنا العامة، في حياتنا حتى الروحية، نقطة ياما تغيب عننا. ربنا بيتعامل معانا بدافع المحبة، وحتى في تأديبه لينا بيأدبنا بمحبة، حتى في تأديبه لينا بيأدبنا بمحبة. لما شاف الست بتبكي كتاب قال ايه؟ تحنن عليه، تحنن عليه. ربنا لما بيبعت وقت صعب هو مش قصده يكسرنا او يذلنا، لا، هو في حاجه جوانا عايزها تتصلح، عايز يعدل حاجه غلط جوانا. الانسان اللي متعود يشوف ايد ربنا في كل حاجه هيبص للوقت الصعب او للتجربه الصعبه على انها رساله، يا فلان خد بالك انت في حاجه غلط جواك، فهيبتدي يبص جواه ويبتدي يعدل من حياته. الانسان اللي ما تعودش يسمع صوت ربنا وتعود دايما يحس بالظلم، صعب جدا يفهم معنى التجربه ومعنى الرساله. هقول حاجة وانا عارف ان معظم الناس ممكن ما تتفقش معايا، لكن صدقوني دي حقيقية. من الحاجات اللي بتمنعنا ان احنا نتقدم ونصلح اخطائنا لما نفسنا تصعب علينا. لما نفسك تصعب عليك مش هتعرف تاخد خطوة لقدام، مش هتعرف تاخد خطوة لقدام، لان انت هتبص للموضوع لانك انت مظلوم، يبقى الغلط مش من عندي، يبقى أنا ما أقدرش أعمل حاجة عشان أصلح الوضع. موضوع السلف بيتي ده، أو لما حد تصعب عليه نفسه، موضوع صعب جدا. نقعد نحاول نطلع الناس من الحفرة اللي هم وقعوا فيها ديت، أو اللي الشيطان رماهم فيها، عشان نطلعهم من الحفرة دي بيبقى صعب جدا. ليه؟ لأن هو شايف أنه هو مظلوم. طب ماشي، أنت اتظلمت، يعني أنت قبل كده ما ظلمتش؟ بس للأسف بقى في وقت التجربة ما ينفعش نقول الجملة دي عشان الناس تزعل، فنقولها في وعظة زي كده، ونقولها في كلمة زي كده، نقول لما تحس انك مظلوم افتكر الظلم اللي وقع منك على غيرك، اللي حصل منك على غيرك. حاول تنتبه، بدل ما تنتبه للظلم اللي وقع عليك، انتبه للخطية اللي ممكن تكون موجودة في حياتك وربنا عايز يخلصك منها. لو ما انتبهناش تفضل التجربة موجودة لحد ما ننتبه أو ما ننتبهش، فالتجربة ممكن تقف. ربنا من محبته ما جربناش فوق ما نستحمل. لكن الإنسان اللي يبص على هدف التجربة والوقت الصعب يقدر يتعلم منه. وأقدر أقول لكم أن لحد النهاردة دموع الأم بتغير النفوس. دموع الأم ودموع الأب وتعب الأب وتعب الأم ما بيروحش على الأرض.
حالات كتير كانت بعيدة جدا عن ربنا جوه الكنيسة بس بعيدة عن ربنا، وبسبب صلوات الأم والأب الولاد رجعوا تاني للكنيسة، ورجعوا صدقوني أحسن من الأول. ونقول لولادنا الحلوين ما تسمحش لنفسك إن الحياة تسرقك، لأن لو الحياة سرقتك ممكن ما تعرفش ترجع تاني. ياما قالوا يعني هنستمتع بحياتنا والهاف فن وبعدين نبقى نرجع الكنيسة، ومعرفوش مش عارفين يرجعوا، أصل الشيطان أيدهم ومش عارفين يكسروا السلسلة، أو بعد شوية استلزوا العبودية فرحانين بيها. النهاردة إذا كان المسيح قادر يقوم شاب من الموت، فهو بكل تأكيد يقدر يرفع ويكسر ويود الخطية اللي جوانا، يقدر يرجعنا إحنا تاني من حالة الموت لحالة الحياة. بس المطلوب شوية دموع، ومش بالضرورة من يعني مش بالضرورة من الشخص نفسه. الأخ اللي كان ميت ده النهاردة ما يقدرش يطلب عن نفسه، لكن مين اللي كان بيطلب؟ اطلبوا من أجل بعض. لو شفتوا واحد واقع بالذات تعرفوه كويس ويقرب لكم، أو يعني بالضرورة يكون في علاقة روحية بيننا وبينه، اطلبوا من أجله. أو حتى لو ما فيش اطلبوا، بس وانتوا بتطلبوا لأجل إخواتكم ما تعملوش زي أيوب وتنسوا نفسكم. وانتوا بتطلبوا لأجل إخواتكم اطلبوا برضو من أجل خلاص نفسكم. قديس أمبروسيوس يقول قول جميل جدا على المعجزة دي. يقول إيه؟ يقول نؤمن أن الأحشاء الإلهية تحركها الدموع. نؤمن أن الأحشاء الإلهية تحركها الدموع، دموع أم أرملة أضناها الألم والموت لوحيدها. مشاركة الجموع لها لم تسد فراغ موت ابنها وحرمانها من الأمومة، لكن بدموعها نالت قيامة وحيدة. أحيانا نحس إن لما حد يبقى في وقت صعب وجودنا جنبه وكلامنا وتعددنا ومساعدتنا هو ده اللي بيقفه على رجليه، ممكن أو ممكن لا، لكن يكفي وجودنا جنب أخونا أو أختنا اللي مجروحة. يكفي وجودك، مش شرط نقول حاجة. أحيانا في مواقف ما بيبقاش فيها كلام يتقال، ما فيش كلام ينفع يتقال. فاكرين أيوب لما بص لأصحابه وقال لهم إيه؟ أحيانا إحنا بنبقى كده. أيوب قال لهم معزون متعبون، لأن الكلام اللي بيتقال معزاش. فلو ما فيش كلام معزي نقدر نقوله يكفي وجودنا، بس نبقى موجودين، دي أكبر تعزية. وافتكروا حاجة كمان، مش إحنا اللي بنعزي، مش إحنا اللي بنطيب، هو ربنا. فلو مش لاقيين كلام نقوله للشخص نكلم ربنا عن الشخص. لو مش لاقيين كلام نعزي بيه الشخص اللي قدامنا نصلي واحنا قاعدين جنبه ربنا يبعت له تعزيه ويبعت له احتمال في الوقت الصعب اللي هو فيه. لو عرفنا ان الدموع بتحرك ايد ربنا ضابط الكل، لو عرفنا المعنى ده صدقوني مش هنبطل صلاه. قديس أمبروسيوس يقول معنى تاني جميل جدا، يقول إن أخطأت خطية مميتة فأطلب من أمك الكنيسة تصلي أو تصرخ أو تبكي من أجلك فهي تشفع فيك لدى المخلص، لأننا كلنا أعضاء الجسد الواحد. ودي نقطة اللي أنا كنت لسه قايلها، لو حد واقع تحت الخطية تحت نير الخطية يجي ويطلب من الكنيسة تصلي لأجله، بس ما يقعدش هو مريح، هو كمان يصلي من أجل خلاص نفسه، ليه يا رب لمست النعش؟ مش كان كفاية كلمة؟ ليه لمست النعش؟ مش أنت يكفي كده تقول يا فلان قوم، أو للطبيعة اسكت وللبحر ابكم فيكتم؟ بالكلمة يقول كده أقامت الطبيعة
بالكلمة صح؟ في القداس. طب ليه يا رب كان لازم تلمس النعش؟ عشان يأكد لنا ان الجسد اللي تحت باللاهوت ده بقى هو كمان فيه طبيعة الشفاء. اللمسة منه بس فيها شفاء. فاكرين مين كمان اللي حصل معها كده؟ واحدة جات من وراه كده ولمست بس هو ده نزفة الدم، جات من وراه ولمست، ده مش لمست جسده، ده لمست هد بتوب ونالت الشفاء. اللي مش قادر يعني مش قادر يسمع صوت ربنا، او يعني او شايف ان هو مش هيسمع صوت ربنا، مش عارف يسمع صوت ربنا، على الاقل لما يجي الكنيسه يقف ورا ويصلي، على الاقل يخش الكنيسه، على الاقل يخش الكنيسه بدافع ان هو كده في مكان مقدس، على الاقل يخش ويتلامس مع جسد المسيح. جسد المسيح في اول الشفاء بنقول في كل قداس يعطى عنا خلاصا وغفرانا. مفيش افضل من كده، يعطى عنا خلاصا وغفرانا. ربنا ما سبناش محتاجين حاجه، ربنا ما تركناش محتاجين حاجه، اعطانا حياه هنا على الارض واعطانا حياه في السماء، اعطانا كل شيء واعطانا حياتنا على الارض مش عشان نبقى قاعدين زهقانين ومضايقين وتعبانين، لا ده يقول كده خلق كل شيء لنا بغنى للتمتع. يعني ما مش مجرد نعيش حياة كده ونتعذب ونموت وخلاص، لا ده هو ربنا غرضه لينا كل خير. لكن احنا احيانا بيبقى لنا خطط مختلفة الحياة، خطط مؤذية، نبقى جوه الكنيسة وربنا ما دخلش معانا، او يعني مدخلين افكارنا معانا فما نستفدش، فيروح علينا القداس ويروح علينا الصلاة. لو حسيت انك داخل ومشتت، اطلب منه انه يساعدك انك تصلي، اطلب منه انه يساعدك انك تصلي، وهو يقدر. السيد المسيح ليه سلطان على كل شيء، ليه سلطان يعطي حياة وليه سلطان ياخدها، ده سلطان. لما نقف قدامه نعرف ان احنا واقفين قدام ضابط الكل، عشان ده هيحط جوانا خوف ومهابة واحترام لضابط الكل. لو وقفنا قدام ربنا من غير خوف ومهابة راحت صلواتنا وراح المعنى العميق بتاع الشركة وحياة الشركة. ربنا يعطينا ان احنا دايما نطلب لاجل حياتنا ويفتح عينينا، عشان لما نخش الكنيسة يبقى الهدف من جاي الكنيسة ان احنا نصلي وننضف عشان نخرج متغيرين. ربنا يعطينا نفهم ان لما نقف نصلي كده ونقول ذبيحة التسبيح، يبقى الصلاة اللي انا جاي اقدمها دي ذبيحة، عايزها تكون ذبيحة نقية طهرة افضل ما عندي، مش اي ذبيحة، مش اي حاجة. افتكروا قايين وهابيل، ده قدم وده قدم، واحد اتقبل والتاني اتقبل. ربنا يعطينا ان احنا نسبح اسمه الالهنا كل مجد وكرامه الابديه.